عبد العزيز بن عزوز عدد الأصوات المحصل عليها هو 25 صوت. كما شاهدتم وعينتم أن الجلسة مرت في ظروف حضارية نفتخر بها ونفتخر بكل مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، رغم أننا لم نستطع إرضاء جميع الخواطر لأن نظرا لصعوبة المهمة. الآن وبعد ما مرت هذه الجلسة وانتخبت رئيسا لمجلس مقاطعة مغوغة للفترة الثالثة، واعي كل الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، ومسؤولية فعلا ستكون صعبة جدا لأن طلبات المواطنين وانتظارات المواطنين من السادة الأعضاء أغلبية ومعارضة هي انتظارات طال أمدها لدى الفترات السابقة، وسنكون في الموعد وسنبذل مجهود بحكمة وبتبصر نظرا للتجارب التي مررت بها والتي راكمتها سابقا. أولا هذا نصف الدورات استنكرها يعني بكل صراحة، فعلا كانت الانتخابات هذه المرة ليست كشبيهاتها في السابق، مرت في أجواء جد صعبة وكانت هناك توترات على جميع المستويات. احنا التزمنا بالمبادئ ديالنا وبالأخلاق ديالنا اللي هذه النهج نهجناه منذ مدة، والحمد لله وصلنا إلى مبتغانا وشكرا. كيف ما تابعتوا معنا اليوم انتخاب أعضاء مكتب مقاطعة الشرف موغا وأيضا كاتب المجلس ونوابه، الحمد لله الأجواء دازت بشكل ديمقراطي بشكل شفاف، الأعضاء عبروا على المرشح ديالهم والحمد لله حظى بالأغلبية السي عبد العزيز بن عزوز. وكيف ما كيعرفوا الإخوان أن السي عبد العزيز بن عزوز ماشي غريب على المقاطعة، فهو دوز ولايتين سابقتين. الحمد لله احنا بدورنا اننا غنكونوا جنود مجنده مع السي بن عزوز باش نخدموا السكينه المغوغه اللي وضعت الثقه فينا وفي الحزب ديالنا. وايضا كنشكر الجميع، كنشكر الاعلام، كنشكر السلطات المحليه على انجاح انتخابات 8 شتنبر، وان شاء الله نكونوا موفقين. وبالنسبه لي يعني النيابه الاولى هذا يعني تكليف ماشي تشريف، والحمد لله نكون على حسن الظن الجميع وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.